السلام عليكم، معكم سلمى كرام، طالبة مغربية بأوكرانيا. كناشد السلطات، كناشد الناس المسؤولة أنهم يديروا لنا حل، حيت حنا تحبسنا هنا وتحاصرنا هنا وما بقاش عندنا كيفاش نديروا نخرجوا. هذه حاجة أولى. ثاني حاجة، الناس اللي غيقولوا لك علاش ما خرجتوش من الأول، حنا كانوا عندنا مصالح إدارية خاصها تتقاد، ما كناش نقدروا نخرجوا بلا أوراقنا. دابا عاد هداهم الله وعطاونا اوراقنا. دابا كناشد السلطات، الله يرحم الوالدين، ديروا لنا حل، ديروا لنا الاجلاء، ديروا لنا تذاكر طيران باثمنه في المتناول، ماشي اثمنه خياليه كما كيضربونا حتى كنلصقوا. كنا ناعسين مع الخمسة الصباح حتى كنسمعوا الطرطيق، كنحلوا كنخرجوا كنلقاو الدخان، كنخرجوا كنلقاو الدنيا مقلوبه. ملي خرجنا نجيبوا اوراقنا من الجامعه لقينا كلشي مقلوب، حتى حاجه ما بلاصتها، البوليس ما مزاقينش، ما فهمتش شنو نوصف لكم، عايشين واحد الرعب وعايشين واحد الخلعه ما يمكنش خياليه. عافاكم الله يرحم الوالدين، ديروا لينا حل، حنا كنتحرقوا هنايا، والدينا كيتحرقوا علينا في المغرب.